كان سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في مقدمة مستقبلي سعادة السيد سيرغي جابليكوف حاكم أقليمي كومي بجمهورية روسيا الاتحادية لدى وصوله البلاد، كما كان في الاستقبال سفيراء البلدين. ونوه سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وما يشهده التعاون المشترك بينهما من تطور في سائر المجالات، وتم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.